لعواصم عربية فيما يحدث بالعراق، هناك متسللين من الحدود العراقية المختلفة تدخل هذه العناصر المخربة للعراق لمزاولة عمليات إرهابية، عمليات تفجير في أوساط المواطنين العراقيين. عادة ما لا يمر يوم من الأيام إلا وأنت تقابل أو تواجه مخططات تآمرية متعددة في هذه المحافظة أو تلك في العاصمة أو في أي محافظة من محافظات العراق. أمن المواطن العراقي كانوا يحاولون أن يسلبوه من أجل أن يضطروا الأمريكان للتحاور معهم. من هم هؤلاء؟ هذه العواصم المتعاطفة مع بقايا حزب البعث، مع من يعتقدون بأنهم يمكن أن يطبقون أهدافهم الأقليمية في العراق من خلالهم، وهم يضخون بالأموال السياسية لهم. هناك أكثر من وثيقة تثبت بأن هذه العواصم متورطة في عمليات التدريب، في عمليات إصدار الفتاوى، في قتل العراقيين، وكذلك في الاحتفاء باجتماعات من المعارضة العراقية من كيانات سياسية في هذه العواصم تدفعهم بهذا الاتجاه. هؤلاء أيضا يضغطون بدورهم على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الدول النفطية. هناك مصالح متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول النفطية العربية، وهذه الدول النفطية العربية لا تكتم كراهيتها للعراق ولا المسيرة السياسية، بل تصدر يوميا فتاوى معينة ضد العراقيين بدعوى أنهم روافض أو شيعة أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء يدفعون بالإرهابيين والقتلة والانتحاريين إلى داخل العراق. العراق اليوم يعيش مثل هذه الحالة. هناك صراع في الأهداف بين هذه العواصم على الساحة العراقية، وأقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن اجتثاث البعث معناه اجتثاث السنة العرب، والسنة العرب بريئين من البعث. كثير من الكتل السياسية اليوم تتعاون مع هذه الحكومة، مع المسيرة السياسية، وهي تتبرأ من البعثيين. البعث في العراق أجرى بحق كل العراقيين بما في ذلك المكون السني. اسمح لي دكتور، علي أن أشرك معي السيد مجدي خليل في العراق بالطبع. كانت من المكون السني بالطبع. سأعود إليك دكتور الأديب. أشرك معي الأستاذ مجدي خليل، مدير مركز الشرق الأوسط للحريات من واشنطن. دكتور خليل، أهلا بك معي في هذه الحلقة. أريد أن أتحدث عن الدور الأمريكي ومحاولة الضغط في اتجاه ربما يعني تمرير بعض الأشخاص للمشاركة في العملية الانتخابية وحماية هؤلاء الأشخاص. لماذا تحاول الإدارة الأمريكية وتحديدا السفير الأمريكي من خلال جولاته ممارسة بعض الضغوط على بعض الجهات العراقية؟ أنا طبعا ما سمعتش بالطريقة اللي أنت بتقولها دي، مش صحيحة. الأمريكان خارجين من العراق وهم عندهم مشاكل اقتصادية، وهم بيعدوا للخروج من العراق وعاوزين أنهم يتركوا مصالح وطنية. يعني الأمريكان ارتكبوا أخطاء كثيرة في العراق، لكن في هذا الموضوع بالذات أنا شايفهم على صواب تماما. هذا ليس كلامي أستاذ خليل، كلام رئيس الوزراء العراقي، يعني فقط بين قوسين. لا لك، رئيس الوزراء العراقي يأسفني أقول لك، الناس مش فاهمة. رئيس الوزراء العراقي نفسه مش فاهم دوره. احنا الحقبة الشيعية، واذا كان هو يمثل الطرف الشيعة هو يمثل رئيس وزراء العراق، ليس الطرف الشيعي يعني حتى كذلك. لا 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 لا، انا اسمعني بس، انا اوضح وجهة نظري وبعدين بعلق براحة. العراق بتعيش الحقبة الشيعية، والمفروض يكون واحد يمسكها يرأس الشيعة أو يكون الرئيس الوزراء الشيعي عنده رؤية وطنية واسعة جامعة للعراق ككل. وبالتالي لأن اللي بيضغط فيما يتعلق على السنة، الأمريكان عاوزين مصالحة، ولكن العرب للأسف الشديد مش عاوزين مصالحة. العرب عايزين إن مسألة العراق و الضغط العربي السني تجاه السنة في العراق ليس متجها من ناحية المصالحة، ولكنه متجه من ناحية مساندة السنة. لكن المسألة مش كده، المسألة محتاجة واحد رئيس وزراء عراقي شيعي يفهم دوره في هذه المرحلة، يحاول استقلال العراق عن كافة القوى الإقليمية، يبني مصالحة وطنية حقيقية، يفتح صدره للسنة لكي يحسوا بأنهم ما فقدوش دورهم في العراق، ولكن دورهم في إطار المواطنة، على قاعدة المواطنة وعلى قاعدة المساواة في إطار هذه الحقبة الشيعية. مش عاوزين نرجع أن تبقى الحقبة
الفلسطينية هي اللي كانت في صدام هي ظهر. يعني هو ليس فقط رأي رئيس الوزراء الذي يمثل طائفة وهو بالطبع يعني حتى رأي مجلس الرئاسة العراقية، رئيس العراق، حتى البرلمان سيكون له اجتماع غدا ويضم كل أطياف أبناء الشعب العراقي. أسمع تعليق منك أستاذ ميخائيل قبل أن أعود إلى العراق بالطبع. أسمع تعليق من الدكتور علي الأديب خصوصا فيما يتعلق بالنقاط التي تحدث عنها الدكتور علي الأديب، ولماذا يعني البعض يحاول ان يعني يظهر المساله انها طائفيه يعني انطلاق من هذه النقطه. خلينا نعم، للاسف الشديد العراق اخر دوله عربيه كان يجب او يمكن ان تذهب الى التذرر والتفكك الطائفي. التفكك والصراع الطائفي والحرب الاهليه الطائفيه من وجهه نظري افتعال امريكي، والمحتل يرغب ويطبق فكره فرق تسود، وكل الدستور العراقي اللي جرى تكييفه بحيث يعاد هيكلة العراق على أساس الطوائف والولايات الطائفية وإلى آخره، والمسؤول عما نحن فيه ليس الشعب العراقي بطبيعته، لا بسنته ولا بكرده بمعنى الطوائف، ولا بقبائله وعشائره العشائرية قوية ومتشكلة من كل الطوائف، ولا بتاريخه ولا بشيعته بهذا الجانب. لذلك أنا بالنسبة لي أقرأ الأمور خارج ما يسمى بصراع الطائفي أو الصراع المذهبي، بصراع المصالح والإرادات والمكاسب دور المحتل وحاجة المحتل لما هو جاهل. نعم، أنا بالنسبة لي بستهول كلمة أن تسلل 20 بعثيا إلى البرلمان. يعني إحنا بدولة حرة وسيدة ومستقلة في حرية في عملية سياسية، والشعب العراقي يدرك ويفهم ويعرف من يختار، وهؤلاء جاءوا بناء على انتخابات وبصناديق الانتخاب. لأنه زبلنا منطق أنه تسللوا 20 بكرة بدون يصيروا متهمين شيء 40 واحد أو 60 بالبرلمان الجديد من جهة أخرى بالتسلل. ثلاثة ولا عبارة، أنا مهتم شوية بالوضع العراقي خاصة بالانتخابات، لأنه مثل ما قلت بعتبرها عقدية يعني بدنا نتبين فيها. مرأة معي سلسلة دراسات ومقالات تحدث أنه الخيال أمتى العراق بده يضل تاريخه تاريخ اجتثاث، كل ما اجت سلطه بتجتث من كان قبلها، والبعثيه اجتثوا بعضهم، وهلا اصحاب العمليه السياسيه واللي شاركوا فيها خلال 6-7 سنوات بلشوا يجتثوا، عرفت كيف، بعضهم ببعض. الم يحن الزمن والوقت من اجل المصالحه الوطنيه الفعليه، من اجل قول كلمه عفى الله عما مضى، من اجل قول مصلحه العراق وبنائه، ان تخرج من الماضيه هي لا تريد وبنائه. لا خليني لك سؤال، كل واحد قبل بالعمليه السياسيه، خليني اقول شغله، انا مش لا مع السنه ولا مع الشيعه بمعنى السنه والشيعه، ولا مع البعثي ولا مع حزب الدعوه، عرفت كيف، او المجلس الاعلى. انا قارئ من بعيد، قلبي بيوجعني على العراق لانه انا ابن بلد تفكك مذهبيا وطائفيا، ودفعنا نص شعبنا هجره وعرفت كيف واكلاف، فبحاول اقول للناس تعلموا من هذه التجربه. انا مثلا بقراءاتي، من هي الصحوات التي صفت وجود القاعده في منطقه الانبار وما كان يسمى بمثلث الموت السني؟ مين اللي صفاهم؟ صفتهم احزاب شيعيه ولا صفتهم الصحوات؟ الصحوات والصحوات هن السني والبعثيين، مش من برات السنه ومش من برات البعثيين، انه كل زعمتهم كيف تقبلهم بالصحوات وبصيروا زعامات وبتفوضهم بتعطيهم سلاح وبتعطيهم تمويل ومصاري، وبصير في عمليه سياسيه بتصير رافض لهم. ليش بدك تحكم الناس على تاريخ لم ترفض قد تكون افترضت؟ لا ما فهم، هذا صالح المطلق، ما صالح المطلق هو صرح قبل عده ايام بانه يفتخر بماضيه. اوكي بس انه ما انه اي ماضي، كيف يمكن لشخص يتحدث انه اي ماضي كان له ماضيه؟ هو الزلمه انه اذا كان قومي عربي او كان بعثي وليس ولا وغير متورط بالدم، ومش من الذين قصفوا حلبجه بالكيماوي او قصفوا المدن الايرانيه، عرفت كيف، بالصواريخ الامريكيه والفرنسيه تسطعوا والمموله خليجيا، هول اللي هلا عم يتباكوا على العراق عرفت كيف والى اخره، اللي اخذوه على تلك المذبحه. طيب اذا كان بعثي بحكم التوازن او القناعه او المصلحه اللي كان مفروض على كل الناس، يعني في مليونان او 4 ملايين بعثي وكان مفروضا عرفت كيف بصوره او باخرى، حتى حزب الدعوه حتى الاحزاب اللي كانت معارضه اذا كان بده يكون الى وجود بالدوله، اليس الاجدر بها ان ربما تخرج وتقول بان حزب البعث او النظام السابق مارس اجرام بحق ابناء شعبي؟ حتى هذه الجمله لا يقولونها. خلينا نقول شعبي، اذا نحن عم نحكي عن مصالحه، لانه اذا عم نحكي عن مصالحه وعن عفى الله عما مضى، بيفترض كل العراقيين الذين اخطاوا بحق العراق او بعضهم بحق بعض ان يمارسوا نقد على مرحلتهم السابقه، وان يجلسوا فيما بينهم على الاتفاق على عراق عزيز كريم موحد يستعيد مكانته ودوره، عرفت كيف، في امته وفي المنطقه. وهذا اللي نحن الان اريد ان اتحدث عنه. بس انا النقطه الجوهريه بدي انصح جماعتنا بالعراق، اهلنا بالعراق من كل التيارات، اخرجوا من ثقافه الاجتثاث. بخي كلمه الاجتثاث عرفت كيف، بحق الناس بحق بعض البعض غير جائز. باختصار، ضخ الاموال الان وهناك مصالح متبادله بين الدول النفطيه العربيه والامريكيه،
باختصار. أنا برأيي في محاولة لشراء الانتخابات على الطريقة التي جرت بلبنان، في وراها السعودية ومع مصر ومع الأردن ومع عدد من الدول اللي بتحاول بصورة أو بأخرى بذريعة السني والشيعي والتمويل أن تعمل توازن في العراق، يعطيها شيء من المكاسب شيء بما